طيب، صباح الخير يا جماعة، كل عام وانتم بخير. المرة الماضية توقفنا عند موضوع الكاتيجوريكال فاريبلز، وشفنا انه في الكاتيجوريكال فاريبلز انه ملخص الموضوع كان انه معظم الماشين ليرنينج الجوريثمز بتحب تتعامل مع ارقام، معظمها يعني في منها بتتعامل مع كاتيجوريز، وعشان هيك بدنا نعمل ترانسفورميشن للكاتيجوريكال فاريبلز وطرق للترانسفورميشن، انه يكون انه اعمل دروب او اعمل ليبل انكودينج او وان هوت انكودينج. وكنا بنجرب في الاكسرسايز انه احنا نعمل هاي الشغلات، وكنا استكت المره الماضيه في الاكسرسايز انه احنا مش قادرين نعمل بريدكشن. ف مين حل المشكلة؟ في حدا نجرب؟ كل عام وانت بخير. حضرة الخميس نزلت على اليوتيوب جديدة المحاضرة، الخميس زيادة. لا لا. مش الخميس؟ لا. الخميس أخذنا؟ لا أرجع أصبر. في زميل قال لي إشاعة. آخر إشي أخذنا الأربعة، كنت موجود الأربعة عند. نازلة كل المحاضرات نازلة. بس محاولات جيدة لتغيير الموضوع. واحد بحكي لي كل عام وانت بخير، والثاني بحكي لي المحاضرة المرة الماضية نزلت ولا لا. تمام؟ طيب، في حدا يا جماعة جرب؟ كان في خطة للعيد. طيب، طب عملتوا الفيجواليزيشن؟ الفيجواليزيشن عملتوا؟ تمام. طيب، يوم الاثنين ان شاء الله فتح المظاريف، تمام، وما فيش رحمة، خلاص. في عندكم الواجبات هذه كلها بده يتسجل انه انت عملته او ما عملتوش. طيب، هنا في هذا الكيرنل لو انت طلعت فيه على البروفايل ممكن تعمل له فورك وتشوف ايش الآلية اللي استخدمناها. احنا كنا استكت في هاي المنطقة تحت. نعم. حكيت حكينا انه الوان هوت انكودينج عندنا 17525 و كان قبليها 17575، فرق 50 تقريبا، مش كتير يعني، بس انه خلاص ما دام انه هذه الافضل انه هي الافضل فبنعتمدها. تمام، هذه الوان هوت انكودينج كأسلوب للتعامل مع البيانات. عشان هيك انه رحت بنيت موديل عشان بدي استخدمه وعمله استخدمه في البريدكشن. بنيت موديل من التريننج ديتا، اعطيته البيانات. انا عندي ال OHX train بعد ما عملنا لها ترانسفورميشن لل one hot encoding وال Y train. تمام، شفت الشيب بهذا الشكل. شفت الشيب للتست. التست انا عندي 60، تمام، و 1459. هلقيت هدول 1459
لازم يكون نفس عدد السجلات لما تعمل سبميت. تمام؟ فبالتالي في missing value بدنا نعملها handle. الميسنج فاليو ناتجه من الوان هوت انكودينج. هجيت هدول كيف الميسنج فاليو بدنا نشوفها. هذه 60 عمود بدنا نعملهم ترانسفورميشن للوان هوت انكودينج عشان يصيروا 155 حسب ما اذكر كان الشيب اخر مره 155. تمام؟ بعد الترانسفورميشن فهذه 60 يفترض تتحول لل 155 وهذه يفترض تكون زي ما هي. فبدي اشوف اذا كان في ميسنج ولا لا. طبعا هنا هاي في 4 ميسنج، هنا في 2، ففي ميسنج. تمام؟ فهدول الاعمده اللي فيها ميسنج فاليو لفيت عليهم انه اذا كان السم اكثر من اذا كان انه حطيت انه شرط انه الاز اني. تمام؟ وهنا شفت الكولوم with missing value فجاب لي اياهم في list. هجيت شفت الهيد تبعها. الان بدنا نعالج الميسنج فاليو هذا، فبدنا نعالجها باستخدام الامبيوتيشن. هجيت هنا في الامبيوتيشن في هنا عندي عده استراتيجيز، في منها بظبط فقط للنيوميريك، في منها بظبط فقط للكاتيجوري. فعشان هيك بدها تشوف هذا الكلام في الدوكيومنتيشن. فهنا الديفولت مين، فبحكي انه مين، وهذا can be only used with numeric data. بياخد هاي هذا المين بحكي انه بس بيزبط مع النيوميريك، وبعديها الميديان برضو بيزبط مع النيوميريك، اما الموست فريكوينت تزبط مع التنين، والكونستانت برضو بتزبط مع التنين. تمام؟ فبدك تستخدم واحدة من الاستراتيجيز هدول. هجيت الكونستانت هنا، لو حطيت كونستانت في بدك تعبي هنا باراميتر تاني اسمه fill value، بدك تحطها بقيمة معينة. فبالتالي هنا لما الاستراتيجي بتكون fill value، لما الاستراتيجي بتكون constant وانت ما حطيت الهاش value فهي حتصير zero. يا اما انت بتحط لها قيمة من عندك 1 10 20. الافضل انه طب يعني انا بدي احط قيمه من عندي، شو هي الافضل؟ انه استخدم الموست فريكوينت بالضبط. فبالتالي هنا استخدمت الموست فريكوينت، عملنا امبيوتيشن، استبدلنا الميسنج، وهنا رجعنا اسماء الاعمده لانه نفقدها. تمام؟ بعد ما عملنا ريبليس للميسنج ساعتها بطبق الوان هوت انكودينج على التست. فهنا او اتش كولومز تيست بتساوي هذه نفس الخطوات، طبقنا للترانسفورميشن، رجعنا الاندكس الاندسيز تبعت الاعمده، شفنا الشيبس، وبعديها رحنا دمجنا. بدنا ندمج الاو اتش كولومز والنيوميريك كولومز، فبالتالي بيطلع الشيب انا عندي في النهايه هذا بيفور وهذا افتر 155. فبالتالي الشيب اللي يفترض انه نعمل فيه سبميشن نفس الدايمنشنز من ناحيه عدد الصفوف وعدد الاعمده. ساعتها بقدر اطبق البريدكشن، ما فيش مشاكل بالمره. تمام؟ طبعا البريدكشن شيبس اتاكدت منها. الانديسيز هي عباره عن رينج بتبدا عند الصفر وبتنتهي عند الالف أو 509 و 1495. تمام؟ فهذه الانديسيز تبعتها ضايعة لأنه بتبدأ من 0 لغاية 1054، بينما التست انديسيز من وين بتبدأ؟ من 1461. تمام؟ فعشان هيك بدي أستخدم التست انديسيز لما أكتب الفايل، لأنه أنا استخدمت هاي. تمام؟ فبحكي لي إنه الانديسيز مش مطابقة عنده، فعشان هيك استخدمت الانديسيز تبعت التست. كيف؟ هيها هنا رحت عملت داتا فريم، اول عمود فيه ايش اسمه اي دي والفاليو تبعته، هذه عباره عن ليست. وين هالليست؟ هيها شايفينها، هذه بتبدا من 1461 62 63 لغايه 2919.
تمام؟ فبالتالي انه هي اول عمود اسمه والفاليوز تبعته، ثاني عمود اسمه سيل برايس اللي هو التارجت تبعي والفاليوز تبعته اللي هو البريدكشن اللي انا جبتها من استدعاء البريدكت. تمام؟ فبالتالي انه هيك قدرت انه انا اعمل سبميشن، والسكور لو انت اجيت اطلعت عليه 16485. وعشان تشوف هذا الرقم انه كويس ولا لا بدك ترجع هنا على الكومبيتيشنز، على هاي بتشوف كل السبميشنز تبعتك. ماي سبميشنز، تمام؟ فكانت باستخدام الميسنج فاليوز كانت 16,592، هنا كان 16,400 اقل. فبالتالي هنا بالضبط انه احنا نتعامل مع الكاتيجوريكال فاريبلز، احدد مين افضل ليبل انكودنج ولا وان هوت انكودنج، حددنا مين الافضل وسلمنا، فبيطلع انا عندي نتيجه اقل 16,485. طبعا هذه كان الايرورز بسبب الانديسيز اللي انا حكيت لكم عنها، تمام؟ ف بتلاحظ انه انت اول ما بدينا في الاكسرسايز تبعت الماشين ليرنينج انه انت بتبدا ب 21 بعديها 20 998، هذا 20، هذه فيرجن ثانيه نفس الفيرجن. الميسنج فاليو نزلنا ل 16,500، الكاتيجوريكال فاريبلز 16,485، تمام؟ بدنا نشوف الان في البايب لاين كيف بده يصير الوضع. فبتلاقي انه انت مع الوقت تستخدم اساليب اكثر، لسه لما نستخدم البوستنج بتجيب نتائج افضل. لما تستخدم البوستنج حنحكي عنه اليوم بنستخدم نتائج افضل. فبالتالي هنا بتكون الجزئيه هذه رجاء انه انت تحاول فيها كمان مره، تمام؟ وتشوف ترتيب الخطوات من عندي من الكيرنل، بتروح هنا على البروفايل، في الكيرنل اسمه كاتيجوريكال variables، تمام؟ انا بتوقع عندك يفترض انه يكون الان يوم الاثنين على الاقل يكون في عندك 4 submissions بسكورز مختلفة، كل واحدة لاكسرسايز مختلف. اذا انت كنت بتطبق ماشي معانا صح، تمام؟ لقيت هذه بدي ادخلها في عين الاعتبار انه انت كم submission عاملها الكومبيتيشن باستخدام اكسرسايزز مختلفة، تمام؟ وكذلك السكور لو انت حاولت انه انت تعمل انه انت تجيب سكور اقل بطريقه معينه، لو فكرت فيها عملت كيرنل مختلفه حيبين عندي. طيب نرجع هنا، هيك بنكون خلصنا الكاتيجوريكال فاريبلز. وزي ما انتم شفتوا المره الماضيه انه انا كنت في الكود شويه استكت لانه الكود بده ترتيب، فعشان هيك هذا مدخل لنا انه احنا نتعامل مع البايبلاينز. البايبلاينز بتريح انا عندي بشكل كبير، انه انا بعمل الخطوات في بايبلاين وبروح بطبقها على الترين والفاليديشن والتست، فبالتالي بكتبها مره واحده في بايبلاين وبروح برجع بطبقها. فبالتالي الهدف تبع البايبلاين انه بخلي الكود تبعي مرتب اكثر وإليجنت ومختصر اكثر. ايش الفكره تبعتها؟ فالبايبلاين هي عبارة عن طريقة مبسطة انه اعمل بري بروسيسنج وموديلنج للديتا تبعتي. فبالتالي انه الخطوات اللي احنا شفناها دائما انا عندي في الموديل انه بعمل بري بروسيس للبيانات وبعديها بروح بعمل الموديل، بري بروسيسنج وبعديها موديلنج. فالبري بروسيسنج ممكن يكون اكثر من ستيب، ريبليس للميسنج، بعديها وان ليبل انكودنج او فاريبل انكودنج، سواء كان وان هوت انكودنج او كاتيجوريكال انكودنج، تمام؟ فبالتالي هاي ممكن اعملها في بايبلاين خطوات. طبعا الادفانتج الكود بيكون كلينر، البجز اقل. احنا المره اللي فاتت كان في عندنا بجز طولنا فيها شويه، تمام؟
طبعا اسهل انه انت تعمل برودكشنايز، انه انت تنزل الموديل تبعك او الكود تبعك انه انت تنزله في الخدمه بحيث انه انت تستخدمه في البريدكشنز، انه البيانات الجديده اللي بتيجي عندك بتروح بتطبق عليها نفس البايبلاين زي ما احنا في التست رحنا عملنا نفس الخطوات، خلاص بتقول له خذ هاي الخطوات في البايبلاين طبقها عليه وابدا يشتغل تمام. وفي عندي خيارات اكثر في الموديل فاليديشن، هذا حنشوفه اليوم في الكروس فاليديشن. ايش السيف موديل؟ لما طلع عند الريزلت بتاع التريننج انه سيء مش موجوده، بس ايش في موضوع ثاني جاي قدام ايش هي في البايب لاين؟ سيء بالريزلت بتاعتي عشان في اي اكسرسايز البايب لاين؟ في اي سيناريو المفروض سيء بالريزلت؟ انه انت تعمل سيف للموديل؟ فهمت عليك. اي سيناريو حكيت بدك تعمل بيكلينج. بيكلينج هو انه انت تكتب الاوبجكت تبعك as a binary object. وخلي بالك هذا السؤال من اكثر الاسئله شيوعا في المقابلات، انه انت تكون عارف انه شو مفهوم البيكلينج والدي بيكلينج. البيكلينج انه انت تحفظ الاوبجكت تبعك كباينري فايل على الديسك، فهذا عباره عن باينري اوبجكت، هو عباره عن ماشين ليرنينج موديل تمام، ووقت الحاجه بتروح تعمل له لود دي بيكلينج تمام. بالضبط اسمه بيكلينج. نعم تمام. والكود تبعه صحيح لا 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 سطر واحد بس، سطر بسيط. نعم في انت عندك dump و load بس ببساطة. فبالتالي هنا الاس هذه يفترض انه انت هنا بتحددوا الفايل نيم، هنا الدمب كلاسيفاير وبتحدد له الفايل نيم زي هيك، وهنا برضو الدمب ممكن تعطي له باراميتر تاني انه تحدد له الفايل نيم، لانه هنا اعتقد انه في اسم ديفولت اسمه model.pickle او حاجة زي هيك يعني تمام. فبالتالي انه هنا انت بتعمل فيه dump وهنا بتعمل له load ببساطة يعني. لا 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 بس انه هذه الباكج في البايثون انه معروفة، بتقدر يعني تستخدمها انه بتحفظ الموديلز تبعتك. نعم سطر واحد بس بيكفي. هذه مختلفة لا. هذه dump للداتا سيت. فبالتالي وقت التريننج انت فعلا بتستغرق فيه وقت طويل. فبدك تنزل السيستم تبعك في البرودكشن، يفترض انه في البرودكشن انه انت تحفظ الموديل زي ما حكى زميلكم،
تمام وتعمل له لود كل مرة تمام أو بيكون إنه loaded all the time وإنه تخليه مفتوح إنه كسيرفيس يعني كريست اي بي اي إنه بيستقبل بيانات وإنه بيصنفها بهذا الشكل. طيب نشوف مثال كيف ممكن نطبق البايبلاين. هاي قلنا شفنا الهيد تبع البيانات هذا الكود كله يعني مر علينا انه انا بحمل الداتا سيت وحددت الواي وحددت الاكس وعملت ترين تيست سبليت تمام فصلت الكاتيجوريكال فصلت النيوميريك رحت دمجتهم مع بعض تمام واخذت منهم نسخه بهذا الشكل. فهي الهيد فبدي احدد البايبلاين تبعي او البري بروسيسنج ستيبس. اول حاجه ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل هاندل للميسنج للميسنج فاليو في النيوميريك داتا تمام وبدنا نطبق وان هوت انكودنج للكاتيجوريكال. فبالتالي في البري بروسيسنج في عندي تو ستيبس. الخطوه الاولى بدي اعمل ميسنج فاليو والخطوه الثانيه بدي اعمل وان هوت انكودنج تمام. ف بروح بعمل import لكلاس اسمه pipeline هذا جديد بالنسبة لإلي أما الباقي مر علينا قبل هيك. بعرف للترانسفورمر تبعي numerical transformer هو عبارة عن object من simple imputer والاستراتيجي constant مدام constant الفاليو حتكون اللي حيستبدلها zero نعم. وبعرف categorical transformer تمام هذا عبارة عن ترانسفورمر تاني وبيتكون من خطوتين عشان هيك روح اتعرفته في بايبلاين. الصيغة العامة تبعته عشان ابسط لك اياها زي هيك. هنا ممكن تحكي step name انت حر بتحددها زي ما انت بدك وهنا انه step object طبعا كوما وهنا step name وهنا step object وهكذا. فبالتالي هنا pipeline في عندي باراميتر اسمه steps بيكون عبارة عن list. الليست مكونة من مجموعة من الخطوات فممكن نحكي انه هاي step 1 step 2 وهنا step object 1 step object 2 وهكذا. ممكن اعملها مجموعه من الخطوات بهذا الشكل. فهي السنتاكس العام لها. فانا هنا شو عملت؟ اول خطوه ايش عملنا؟ imputation باستخدام الموست فريكوينت لانه هذا عباره عن categorical transformation فبالتالي انه most frequent. وبعديها بطبق one hot encoding. ليش ما طبقتش one hot encoding مباشرة؟ لأنه ال one hot encoding إنه إذا كان في missing بيطلع لي مشكلة. فبالتالي بروح بعمل handle the missing بالأول وبعملها. بعديها هدول التنتين ركز معايا. النيوميريك هو عبارة عن خطوة واحدة. والكاتيجوريكال عبارة عن خطوتين. رحت دمجتهم في بايبلاين واحد. هاي اسمه Preprocessor. هو عبارة عن كولم ترانسفورمر تمام. ايش الخطوة الاولى سميتها نم والخطوة الثانية كات. ايش الخطوة الاولى ايش اسم الترانسفورمر هاي لان عملتها عرفته هنا. على مين طبقته؟ على numerical columns. والخطوة الثانية اللي هي أصلا عبارة عن pipeline تمام مكونة من خطوتين هاي اسمها وطبقته وين؟ على categorical columns. كيف؟ لا هاي انفصلهم هنا. انت لو جيت اطلعت هنا انه هاي معرف الكاتيجوريكال كولومز وهنا نيوميريكال كولومز تمام.
فبالتالي تقدر انه تحكي انه هذه عباره عن كومبوزيت ستيب، انه الخطوه الاولى مكونه هي عباره عن يعني ترانسفورميشن مكونه من خطوه واحده، والثانيه عباره عن بايب لاين مكونه من خطوتين. هذا نعم انا هنا فصلتهم في الاول، هاي البيانات قراناهم read CSV، بعدها حددت التارجت وعملت له دروب، تمام، حددت التارجت في الواي حطيته في الواي وعملت له دروب، وهنا عملنا ترين تيست سبليت، هنا حددنا الكولوم الكاتيجوريكال كولومز انه احنا لفينا عليهم وانه دي تايب اوبجكت، وهنا النيوميريك نيوميريكال كولومز لفيت عليهم انه دي تايب ان انتجر 64 فلوت 64، فبالتالي انه محددات. تمام، بعديها الخطوه الثانيه هذا كله بري بروسيسنج، يبقى البري بروسيسنج مكون من كم خطوه؟ خطوتين، الخطوه الاولى خطوه بسيطه، الخطوه الثانيه خطوه مركبه مكونه من خطوتين فرعيات. الموديل راندوم فورست ريجريسور نمبر اوف استيميتور 100 راندوم ستيت 0. هاجيت هنا بدنا نعمل كرييت للبايب لاين ونعمل له ايفالويشن. كيف بنعرفه؟ بنسميه ماي بايب لاين بتساوي بايب لاين من ايش مكون؟ من خطوتين بري بروسيسور وموديل. بري بروسيسور هذا عباره عن ايش؟ هيو احنا عرفناه قبل شويه كبايب لاين انه زي هيك، تمام، سميناه كولوم ترانسفورمر مكون من الخطوة الأولى بعمل هاندل للنيوميريكال كولومز والثانية للكاتيجوريكال. بعد ما تعمل هدول الشغلات بقول له لو سمحت طبق لي الموديل، فبالتالي هو فعليا بيطبق هذه الخطوات بالترتيب، أول بعمل بري بروسيسنج، بعديها بروح بيعرف الموديل. تمام، الآن تطبيق الموديل هذا مجرد أنه أنا أعمل فيت بروح بيطبق كل الخطوات اللي موجودة في البايبلاين. عشان هيك اذا انت بتتذكر لما احنا كنا نعمل وان هوت انكودنج او حتى ليبل انكودنج فينا عندي خطوه الفت، صح؟ تمام، فبالتالي هي موجوده في الترانسفورميشن وموجوده في المودلز، هناك انه بعمل تحويل البيانات وفي المودلز بعمل تريننج، فبالتالي الفت اللي هنا، تمام، وكانه بعمل اوفر رايد لكل الستبس اللي موجوده هناك وبطبقها، بطبق الفت اللي موجوده هناك. فبالتالي لما تعمل فت اكس ترين واي ترين هدول مش معمول لهم هاندل لسه، ايش راح يسوي؟ راح يعمل هاندل للميسنج فاليوز وترانسفورميشن للكاتيجوريكال فاريبلز، وبعديها راح يعمل تريننج، تمام، بهذا الشكل. وبعديها نفس الموديل بالضبط ممكن استخدم هذا البايب لاين في البريدكشن، برضه البريدكشن بيطبق نفس الخطوات. يبقى هنا لما احكي اكس فاليد ايش بروح بيسوي؟ بعمل هاندل للميسنج فاليو ترانسفورميشن للكاتيجوريكال، وبعديها بروح بعمل بريدكت، تمام. فهاي الشغلات بتريحني كتير، بدل ما احنا المره الماضيه كنت انه انا ناسي خطوه ناسي كذا، لا هنا في بق، هنا دايمنشن مش، لا هنا الخطوات موحده وبتستعملها مره واحده، تمام، في البايب لاين. طيب هذه البريدكشنز بنقدر نحسب المين ابسوليوت ايرور، فطلع انا عندي 16 او 160,000، هناك كان قديش؟ كان 17 ولا 164؟ 164. هذه اقل، تمام، فبالتالي ممكن انه تبدا تطبق الاكسرسايز. الاكسرسايز فيش فيه اشي، بس مجرد انه انت تتعود على السينتاكس، تمام، فممكن انه تستخدم هذه كمرجع زي هيك، تمام، بتروح بتعرف البايب لاين تبعتك كستيبس، بتروح بتطبقه زي هيك وبتشوف كيف النتيجه. فبدي اترككم انه انتم تطبقوه بشكل سريع، تمام، عشان ننتقل للكروس فاليديشن.
تفضل. السؤال يعني مزعج. لا 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 ابدا. خطوه 3 هذه، خطوه 5 و 6 مفهوم. خطوه 3 استنى اتبع معك. اه لما يجي استعمل الوايت لاين احطه في المدير كاتيجوري ترانسفورمر. لما استعمل كاتيجوريكال هنا قصدك هنا هذا السطر مش هذا الفايل في الاندري هذا ستيب 3 فوق هنا اه في عندك كاتيجوري ترانسفورمر اللي باب لاين استعمل فيه فوق شويه نعم بالضبط نعم وطلع انا لو جيت متغير هذا جيت عملت انا البيوت وبعدين عملت انبوت كودينج لو عملت ايش كمان مره ايش طيب ما هو هنا انت الوان هوت انكودينج لو كان في عندك ميسنج فاليو بيعمل لك اشكاليه صحيح انا جيت نعم بعدين عملت اللندر بعدين حطيت النتيجه في هذا المتغير وش ليش باد باي استعملها يعني ما هو هذه مكونه من خطوتين يعني هذه ممكن انه انت تفرطها وتعملها ثلاث خطوات فبتصير نم كات واحد كات اثنين صح فهو زي كانه جمع الكاتيجوريكال ستيبس وحطها في بايب لاين واحده ف بس يعني ايجنت بس ما فيش برمجين ما فيش لا فعلا المفروض الخطوات اللي تحت لها مفعول لها اهميه صحيح بس هذا ما فيش لها اي فايده بالمره انت مش شايف انا بسال ايش الفايده مش شايف الكود مرتب اكثر مرتب 100% مور هو هذا الهدف هو هذا الهدف لانه انت عندك انت هنا لما تشوف بدي ارجع لك يعني اعرج لك هنا على سؤالي غلط لا 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 بس الفكره هنا انه انت عندك في البايب لاين حيمر عليك لسه بايب لاين كومبوزيت اكثر من هيك فبالتالي انه ترتيب الكود يعني فعلا بيريحك في ترتيب الكود انه انت خلص بتجمع هدول الستيبس كلهم هدول كل الخربطيطه هدول اذا صح التعبير كلهم تبعت للكاتيجوريكال خلص وبتحطهم في بايب لاين واحده بدل ما انت تكتر الخطوات انت عندك فبتقدر تعمل اكثر من بايب لاين وبتروح بتجمعهم مع بعض فبصير انه لسه احنا هنشوف تكست تي اف اي دي اف ترانسفورميشن هذا حتلاقي انه هو مستخدم في بايب لاين في المثال اذا ما كانش simple pipeline for text feature extraction and evaluation هجيت الفكره في الموضوع هنا في البايبلاين كذلك انه حنرجع لهذا المثال لانه احنا حنشتغل برضو على مواضيع ترند هالايام زي sentiment analysis وكل هاي الاشياء انه انت بدك تتعامل مع textual data احنا لسه لغايه الان نتعامل مع structured data لسه بدنا نشوف كيف بدنا نتعامل مع صور كيف بدنا نتعامل مع text هاي البيانات عباره عن رو داتا فكيف بدك تعملها فيد للماشين ليرنينج الجوريثم كيف بدك تدي له كلمات ولا بدك تدي له بيكسلز لا بدك تحولها لارقام فهجيت التحويل هذه لارقام افضل حل لها انه انت تعمل بايب لاين فبالتالي انه انت لو اطلعت على هذا المثال هنا الايش انه انت يعني انه تعمل هاندل للنويزي داتا ولا تعملها فيجواليزيشن ممكن انت
بتحطها كستيب، بتحطها كستيب. بتعرفوا هنا يعني، هنا يعني هنا انت لاحظ انه هذا عبارة عن اسم الستيب وهذه ستيب اوبجكت. ستيب اوبجكت بتكون انت معرفها هناك فوق، وبتعرف انه طبق لي على الكولومز هذا والكولوم او السجلات هذه، شيل السجلات اللي عبارة عن اوتلاير ككلاس كاوبجكت. لانه انت بدك تعمل مثلا امبيوتيشن، بتعرف اوبجكت من السيمبل امبيوتر. ونفس الاشي بالنسبة للتعامل مع النويزي داتا، في لها كلاس بيكون بتعرفه وبتطبقه بالضبط، وبتطبقه انت كخطوات. هاجيت هنا لاحظ الخطوات هنا ايش عرف البايبلاين. vect tf idf clf هدول بالنسبة لك طلاسم صح؟ و tf idf term frequency inverse decrement frequency clf classifier. كلاسيفاير دائما دائما في الدوكيومنتيشن في في الاسكي ليرن السي ال اف هي عباره عن كلاسيفاير تمام. فهلقيت لاحظ هنا انه هاي البايب لاين ايش طبق. فيكت هنا كاونت فيكتورايزرز، فيكتورايزر ايش بيسوي هذا؟ بروح بيحول لك الدوكيومنت لارقام. كيف بيحوله لارقام؟ بروح بحسب الفريكوانسي تبع كل كلمات، بعمل كاونت فعليا تمام انه هذا الدوكيومنت ما مذكوره فيه كلمه مثلا ذا 10 مرات، كلمه جو مرتين، كلمه وينت زيرو ما مش موجوده، فبالتالي الكاونت تبعها بيكون زيرو. فبالتالي انت بيطلع عندك الفيتشرز الدايمنشن تبعتها عاليه، لانه انت بدك تحط الفوكابلري تبع البيانات تبعتك كلها تمام. فبروح بعملها كاونت زي هيك، بعديها بروح بعملها ترانسفورميشن TF IDF ترانسفورميشن. الفكرة تبعتها انه هو بروح بعمل اعادة توزين للكلمات، الكلمات الشائعة كتير وملهاش اي اثر في تحديد الموضوع، مثلا زي مثلا في والى حروف الجر تمام. فبالتالي هذه بديها ويت اقل، لانه انت عندك تيرم فريكوانسي انفرس ديكيومنت فريكوانسي، بياخذ بعين الاعتبار الشغلتين، بسط ومقام تيرم فريكوانسي وبيقسمه على الانفرس ديكيومنت فريكوانسي، انه كم موجوده في دوكيومنت. اذا كانت موجوده في كل الدوكيومنت معنى ذلك انه المقام حيصير كبير، فبالتالي الويت تبعها بقل. يعني كلمه قال اذا كانت موجوده في كل الدوكيومنت، هل هذه كفيتشر او ككلمه تقدر من خلالها انه تميز شو هو الموضوع؟ لكن كلمة ملعب تقدر تميز انه هذا الموضوع له علاقة بالرياضة. بالضبط. فبالتالي هاي الخطوة اعادة توزين للفيتشرز، بتعدل على القيم تبعتهم، بعديها بتطبق الكلاسيفاير. هجيت هنا ممكن تحط كمان بايبلاين، حنرجع له هذا المثال بالتفصيل، بس الفكرة هنا انه البايبلاين لسه حيمر علينا بايبلاين انه ممكن يكون كومبوزيت اكتر من هيك. فبالتالي انت لما تركبه تعمله اكتر من بايبلاين، فبيكون الروت الكود تبعك مرتب اكتر. يعني هاي نعم هذه يعني بتطبق، يعني بتطبق ترانسفورميشن على الكولومز. يعني هاي سيمبل امبيوتر تمام، انه انا طبقتها على كل البيانات. اما هنا كولوم ترانسفورمر بروح يعني بطبقها على كولومز معينه. فبالتالي انه هي عباره عن ترانسفورمر، بس انه بتم تطبيقها على مستوى الكولومز. هلا هذا حسب انه انا ايش بدي اسوي. يعني هنا الخطوات اللي احنا عرفناها ايش بدي اسوي، هنا كتبناها هنا انه مش مكتوبة كلها في مكان واحد، بس ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل هنا pre-process، هايو هنا هنا كتبها انه بدي اعمل handle the missing value في the numerical data، وهنا
بدي اعمل هاندل الميسنج فاليو وابلاي للون هوت انكودينج في الكاتيجوريكال. فهذا كان المطلوب، فبالتالي تم تعريف البايب لاين على اساسه. في المثال الثاني هنا في التكست بالضبط، في التكست هنا البايب لاين كان مختلف، انه انا عملت فيكتورايزيشن اول، عملت كاونت للوردز، بعديها عملت لها اعاده توزين، وبعديها طبقت الكلاسيفاير. فبالتالي كل حاله بيكون في لها يعني بعرف لها بايب لاين، يعني انه حسب الحاجه يعني. هي عبارة عن ابروتش، لسه انت في عندك اساليب تانية افضل من هيك، اللي هي الورد امبيدنج والسكيب جرامز، كل هاي الشغلات تقدر انه انت تتعامل معها بشكل افضل. هذه من ناحية. في من ناحية تانية انه في بيروحوا بيطبقوا عشان يقلل الدايمنشناليتي، بيروح بيطبق على الكلمات، بيعمل مورفولوجيكال اناليسيس، انه بروح بعمل ستيمينج. فبالتالي انه انت فعليا انت بتغير من معالم الكلمات، فبالتالي انه مش دائما ادائها او انه النتيجه تبعتها ممكن تكون في التكست كلاسيفيكيشن تحديد الموضوع بس السنتمنت اناليسيس لا. بالضبط. فانت فعليا انت بتخرب، مش انه انت بتعطي له فيتشرز اكثر يعني احسن يعني. فبالتالي موضوع السنتمنت حندخل عليه، حنشتغل عليه في مشروع ان شاء الله. خلصتوا الاكسرسايز؟ لا، البايب لاين فيش في سبميشن فعليا. كيف؟ اشوف عشان احنا مش عاملين التست، ما طبقناهاش